حول قصة حب تراجيدية عن شابة يقتل حبيبها، بينما يستمر شبحه في ملاحقتها وحمايتها من الأخطار، تدور أحداث المسرحية الموسيقية غوست، والتي تقدم في دبي أوبرا في 9 من هذا الشهر طوال 4 أيام. واقتبس العرض من فيلم التسعينات الحائز على جائزة أوسكار من بطولة ديمي مور والممثل الراحل باتريك سوارز. إبهار وبهجة وحياة جديدة للمباني في مهرجان الأضواء بنسخته 13 في برلين. تصاميم ضوئية مبهرة أراد مصمموها إرسال الكثير من المعاني والقصص، إذ تم إضاءة أكثر من 70 مبنىً وجسراً في العاصمة، بالإضافة إلى معالم سياحية مثل بوابة برادنبورغ وكاتدرائية برلين. ويستمر المهرجان حتى 19 أكتوبر. في النسخة 47 بدأ في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية المهرجان السنوي للمناطيد، وتستمر فعاليات المهرجان الذي يعد أكبر مهرجان لمناطيد الهواء الساخن في العالم أياماً، وسط توقعات بأن يستقطب هذا العام نحو 1,000,000 زائر.